السلام عليكم ورحمة الله، بقناة عبد السبور. مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. خاوتنا الكرام، نعود نولوا موسينغو أومبا أمين العام للاتحاد الإفريقي للكاف، نعود نولوا ليه اللي كانوا وجاوني تعليقات المصدر من المصدر. أنا أقول لهم باللي هاد المعلومة كاع الصحافة جاتهم من بي بي سي، كان تكلم معاها هذا موسينغو أومبا هذا الأمين العام، كانوا يقولوا لي المصدر كل واحد يعرف ان يجيب مصادره، وليس كل ما يعرف يقال. الان شوفوا معنا الصحفي الاعلامي المغربي اللي كان يخدم في بان سبور على ما اظن، وفي قنوات سعوديه او تكلم على هذا الموضوع تاع 100، احنا قلنا 100 مليون دولار، هو راه يتكلم على 120 حتى 130 مليون دولار. اسمعوا هذا الصحفي والإعلامي المغربي لي وشهد شاهد من أهلها، هاد الدراهم وناح يروحوا، هاد الدراهم كيفاش تنحاو من لاكاف وخلوها بمديونية، شوفوا وناح يديروهم. تابعوا معنا الفيديو خاوتنا الكرام، راح نخليكم تسمعوا للآخر في 3 دقائق، من بعد عندنا كلام نتكلم. هذا الرجل، هل تعرفون هذه الشخصية؟ أكيد هناك من بينكم من تعرفوا عليه، وهناك من يبدي استغرابه ويتساءل من قد يكون هذا الرجل وما هو دوره على مستوى الانسان. تحدث عن الجانب المالي الذي كشف عنه السكرتير العام للكاف، والذي برأيي هو أهم شيء ممكن أن نتحدث عنه اليوم وفي الشهور القادمة. في معرض حديثه عن الوضع المالي للكاف، تحدث الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم موسينغو أومبا، تحدث عن الوضع المالي وعن الديون التي كان قد واجهها الكاف في السنوات الماضية وتساعد في نماء الكرة. ما حدث هو أن موتسيبي الذي يعتبر واحد من 10 أغنياء في جمهورية جنوب إفريقيا، رجل أعمال ناجح، أينما وضع يده يكتب لنفسه ولشركاته ولاستثماراته النجاح، يعرف أين يضع أمواله، يعرف أين يستثمر، ولديه فكر مقاولات متطور جدا، يبدو مبتسما ودودا لطيفا، ولكن ما في دواخله وفي تفكيره شيء أعمق بكثير من الصورة التي تظهر للعامة من الناس. إذن كيف سيستطيع الاتحاد الإفريقي تشييف هذه المديونية وهو انطلق منذ 3 سنوات بمديونية ب40 مليون؟ السر واضح وقاله موسينغو أومبا، هي عائدات تنظيم كأس أمم إفريقيا عن رقم ما بين 110 و115 مليون دولار، وهذا هو الرقم الذي يجب أن نتوقف عنه. ماذا سيكسب المغرب كأس أمم أفريقيا؟ الرهان على كأس أمم أفريقيا وإنجاح كأس أمم أفريقيا من خلال تكلفة قد تكون نسبيا أقل مقارنة مع تكلفة كأس العالم، لأن الملاعب التي تبنى أو يتم تحيينها وإعادة هيكلتها هي ملاعب تخص كأس العالم وتدخل في إطار كأس العالم، وسيأتي كأس أمم أفريقيا في سياق تنظيم كأس العالم. وأتحدث هنا عن ملعبين، عن ملعب الرباط الجديد الذي تم هدمه بالكامل وإعادة بنائه، وملعب طنجة الذي يتم تأهيله من جديد. أما الملاعب الأخرى، ملعب مركب محمد الخامس، لن تكون له تكلفة كبيرة جدا لأنه لا يخضع لهيكلة حقيقية ستغير ملامح الملعب، بالإضافة إلى هناك. راكم سمعتوا معنا الفيديو خاوتنا الكرام، الشيء اللي تكلموا موسينغو أومبا هذاك الأمين العام للكاف ما كذبش، هام هما تاني تكلموا، قولوا وين جبتوا المصدر، كاين بزاف كتبوا لي المصدر. أنا نقول لكم باللي كي نتكلم حاجة بقناتي مانيش مهبول ندير حاجة ونكذب على الناس باش نجيب مشاهدات، لا، أنا تكلمت بمصادري، كل واحد عنده مصادره، تكلمنا أنه بي بي سي هي هو اللي تكلم معاها موسينغو أومبا وتكلم مع بي بي سي وكشف انه هناك ثغره تاع 100 مليون، انا
نهار اللي تكلمنا قلنا 100 مليون دولار. اليوم هذا المغرب الصحفي تكلم على 120 مليون دولار. هذا 120 مليون دولار كان تكلم على موتسيبي، قال لك هذا الغني وين يحط يدو فيها اموال وفيها كذا. انا نقول له قول الموتسيبي من امواله يمد للملاعب باش تبنى في المغرب. علاش ديتو الاموال من الكاف اللي ذكرها موسينغو اومبا الامين العام باللي كاين ثغره تاع 120 مليون دولار باش تروح للملاعب اللي راهي تتبنى هناك في المغرب؟ لانه حبينا ولا كرهنا المغرب تمر بمرحلة اقتصادية صعبة. بلا ما ندخلوا في التفاصيل كل واحد يعرفها، لقاو حل واحد هو الخزينة تاع الكاف باش ينحوا منها اموال ويبنوا بها المنشآت اللي راهي مازال ما تبناتش. كما قال كاين زوج ملاعب فقط راح يبنوهم والاخرين ترميم، قال لك وقصدهم هما خاصة الكاس العالم اللي لقجع كما يقول لك دار مشكل لعمره ودخل المغرب في كأس العالم وما دخلهاش بالملاعب، دخلها بالقوة ديالو والليكوليس واللوبيات ديالو مع ألفانتينو، دخلها ودى تنظيم كأس العالم مع الدول الأخرى. وأنا أظن أنه ما راح تكون فيه كأس العالم في المغرب لأنه المنشآت مازال ما واجدة، وكأس إفريقيا ما نهضروش على الملاعب راهي مازالها طور الانجاز. الان رانا نقولوا باللي هذه الاموال بانت طريقها وين راحت، اخذت من خزينه الكاف وذهبت مباشره الى لقجع وموتسيبي باش يسلكوا روحهم في تصفيات في كاس العالم هذه اللي راح يحتضنوها 2030 ولا والله ما بالي واش من عام، وكاس افريقيا هذه اللي راهي كانت في ديبي تاع 2025 رجعت حتى 2026. خوتنا الكرام هنا انا واش حاب نقول، هنا لازم على الاتحاد الجزائري لكره القدم واللي على راسها وليد صادي، هنا على الاتحاد كل الاتحادات الافريقيه اللي راهي هناك في الكاف توقف يد كما يقول لك وقفه رجل واحد وتدخل هذا لقجع موتيبي في حيط. لماذا تاخذ اموال الكاف؟ هل اموال الكاف معموله باش تبني بها ملاعب ولا باش تعاون بها كاش بلاد؟ انا اظن ان اموال الكاف اللي كانت مديونه ب 40 مليون دولار راهي الان مديونه ب 100 وشي دولار. يعني كي تنحي لهذا موسينغو اومبا الامين العام خرج للعلن وطرطق لافير، يعني لافير الان راهي لازم نتحدوا كلنا الجزائر ليبيا تونس مصر هادو اللي للشمال افريقيا كله يتجند على هذا الكاف باش ينحوا هذه العصابه اللي راهي داخل الكاف اللي راهي معفنه الكاف وتدير كل شيء على جال اموال وعلى جال باش تشري ديمم واشياء اخرى اللي ما نقدرش نقولها في قناتي خوتنا الكرام وانتم على بالكم بها. يعني ال 120 مليون دولار اللي تكلم عليها اومبا موسينغو امين العام ما كذبش، ويعني الان اللي كانوا يقولوا لي انه كانوا في تعليقات المصدر المصدر هاو المصدر وشهد شاهد من اهلها. هاد الصحفي اللي شفتوا صورته هنا صحفي من المروك ماهوش جزائري ولا تونسي ولا مصري، من المروك هو تان جاتو اخبار مثل ما جاتنا احنا اخبار وواحد اخرين جاتهم اخبار على التعامل تاع لقجع وموتسيبي في نهب اموال الكاف وبعتوها لبناء ملاعب اللي ما قدروش يبنوها، وذلك من اجل اقتصاد اللي راهو مرحله اقتصاديه صعبه يتمر بها المروك. سي بور سا قال لك نحي منا ونحط منا هذيك تاع نغلق منا ونفتح منا ونغلق منا وبعدها ساهل. يعني المداخيل يستناو مداخيل كاس افريقيا اللي كانوا يستناوها في الصيف راح يديروها في الشتاء، كانوا راح يستناو على السياحه ومنا دوك ما عندهم السياحه في الشتاء، يعني ما راحش تدخل لهم شحال راح تدخل يجبد 120 مليون دولار، يعني يعاود يدخل نقولوا 50 مليون و 60 مليون دولار الاخرى كيف حكايتها، ولا 70 مليون الاخرى كيف حكايتها. هذه هي المعاملات السيئه تاع الكاف اللي كنا نحكوا عليها هذا شحال. خاوتنا الكرام نطلبوا من الاتحادات كاع تاع العرب وتاع افريقيا اللي راهم حابين تتغير هذه الكاف المعفنه يوقفوا، حان الوقت باش يوقفوا، حان الوقت هذا هو وقتها.
ونطلب من الاتحاد الجزائري لكرة القدم اللي على رأسها وليد صادي، هذا هو الوقت اللي باش تخبط يدك على الطابلة وتعاود الدير ديلوبي معاك على الحق، ديلوبي على الحق، لأنه حتى أموال الكاف الجزائر كما يقول لك وتونس ومصر وكلهم عندهم حق في هذه الأموال تاع الكاف كلهم. لهذا لازم قاعد يوقفوا وحان الوقت، وهذا صحفي مغربي باش نأكد للجماهير الكرام، موش جزائري ولا تونسي ولا مصري ولا آخر، كما قال لك هو هذا الموضوع تاع الأموال راح نروحوا به أشهر وأشهر حتى أنا أقول لكم ينكشف موتسيبي والقجع ويسقطوا سقطة اللي كنت نتكلم لكم عليها هذا شحال، أنهم سيسقطون سقطة لما شافها حتى واحد. بلاتير لما سقط واحد ما كان يستنى فيه، شتو كيف سقط مالادوك جا دور كما يقول الاتحاد الدولي لكرة القدم، الاتحاد الدولي وما أدراك شوفوا كيف سقط بلاتير، خلي يا كاف كيفاش راح تسقط، وأظن أنه ألفانتينو داخل معاهم وهو الرأس المدبر على هاد العفن كاع اللي راه صاري في إفريقيا. قاوتنا الكرام أعطونا حق الرد، عندكم حق الرد، أعطونا رأيكم في التعليقات، ونقولكم بكل احترام لأن قناتي تحترم كل البيوت الجزائرية. قاوتنا شكرا لكم، شاركوا في القناة واللي ماهوش مشارك لأنه نشوف نسبة المشاركة راهي أقل من نسبة المشاهدة، المشاهدين اللي راهم يشوفوا ما شاركوش، أنا نقولهم شاركوا في القناة لأنه مازال كاين أخبار جديدة وجديدة وخاصة في هذا الموضوع الفساد تاع الكاف. شكرا لكم، تابعونا قناة عبد الصبور، فعلوا جرس السلام.